السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه اكسبلين بيبر، ده عبارة عن ايه؟ ان انت ترفع الملف البي دي اف، واي حتة انت مش قادر تفهمها بتعلم عليها وهو يبدأ ان هو يشرحها لك. فمجرد تقول له ابلود وتبدأ ان انت تختار الملف وتفتح بقى اي بحث انت عندك. ممكن يكون في اختصار مثلا مش واضح او كلمة مش واضحة، او حتى في الشغل بتاعك في مثلا جملة مش واضحة او اختصار مش عارف، هو يبدأ ان هو يشرح لك الحاجة دي. بيقول لك اعمل هايلايت، هو الذكاء الاصطناعي يبدأ ان هو يشرح لك. تمام، يعني ممكن مثلا يونيفرستري يبدأ إن هو يشرح لك سبلين، أو تبعت لـ GPT-4 يشرحه لك. في مثلا أي جملة ممكن تتعلم عليها يبدأ إن هو يشرحه لك. خد الاختصار وقدر إن هو يشرح لك الجملة من خلال الوثيقة أو الورقة اللي احنا فاتحينها، وكذلك بيستعين برضو بشات GPT إن هو يفهم الجملة ديت عبارة عن ايه.